التناهي للجزائر الحبيبة. يكرمه السيد الوزير الأول. وتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية من خلال فنهم العريق. مسيرة المناضل وعضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، يكرمه سيادة الوزير بأن ندعو السيد رئيس المجلس الشعبي. صورة للذكرى للزملاء من وسائل التحرير الوطني يتسلم تكريم دائما من طرف سيادة الرئيس. إن تنظيم فعاليات ثقافية لاسترجاع المعنى الثقافي لنضال الأجداد واجب يتجاوز قطاعنا الوزاري ويشترك فيه كل مؤمن بتضحيات وجهاد الأسلاف. وهنا اسمحوا لي أن أبادر برفع أسمى آيات التقدير والعرفان لكل أعضاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وأن أحترف بأن مقاماتهم أعلى من أي تكريم، وعلى العكس فإن وجودهم بيننا هو تكريم لنا وإحراج لمنجزنا المتواضع نحو الوطن العظيم. الآن الحمد لله اعتراف بالفنان، اعتراف به ويكرموه في حياته، وهذا شيء يعني هام. بالنسبة للثقافة وللفن أعز حاجة هذه، وأنا نشكر الرجال والنساء اللي وقفوا على الوقفة الجميلة هذه. فرحان على بلادي قدرتني، فرحت بينا وكثر خير. الحمد لله اليوم خير من البارح، وبارك الله في المسؤولين اللي تفكرونا وما نساوناش، وخصوصا نشكر الجيل الجديد اللي كما تقول الغنية قلبي يا بلادي لا ينساك، نتفكرك طول حياتي، قسما يا بلادي اهدي حياتي فداك.